السلام عليكم، معكم الشيف مصطفى من مطبخ الأكلات العراقية. اليوم راح أقدم لكم طريقة عمل فطائر الباسترما. نبدأ المقادير. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا عندي 1 كوب حليب دافي، وضفت له 1 ملعقة أكل خميرة فورية، وضفت له 1/4 ملعقة أكل شكر، وتركته إلى أن شوية تفاعل، يعني أخذ له دقائق، يعني فد 4 دقائق. وبعدين ضفت له 1/4 كوب زيت نباتي و2 حبة بيض. خلطت هاي المواد وراح اضيف لها الطحين، والطحين حسب الموجود عندكم النوع مالته. انا ضفت 3.5 كوب طحين، واذا شفتوه يحتاج بعد شوية اكثر تلمون بيه العجين ممكن تضيفون، لا تتقيدون، ما راح تخرب العجينة. المهم تكون هي لينة ومتماسكة وناعمة، يعني مو ناشفة. هنا ضفت 1 ملعقة أكل ملح، هنا خلطته، ومن أشوفه يحتاج شوية أضيف له طحين وأعجن بهالصورة. ولازم دائما العجين المكان دافي والسائل دافي اللي نستعمله بعجن العجينة. وبعدين هنا مثل ما تشوفون عجنته. هنا أحب أنوه إلى أنه كثير من المشاهدين سألوني ليش ما توصلهم الفيديوهات الجديدة اللي أنا أقدمها؟ ممكن تضغطون على الجرس الموجود بجانب المكان اللي نسوي به اشتراك بالقناة، أكو بجانبه جرس صغير مرسوم، تضغطون عليه. بهالحالة راح يبين عندكم أي فيديو جديد من تضغطون على هذا الجرس اللي بجانب مكان الاشتراك. السبسكرايب هو بجانبه أكو جرس، اضغطوا عليه حتى يجيكم كل جديد من قناة مطبخ الأكلات العراقية. ودهنت الكاسة هاي وغطيته، وراح أتركه مكان دافئ إلى أن يختمر. وهنا بديت أحضر الحشوة. الحشوة بسيطة جدا، عندي باسترما جاهزة تنباع، قطعتها بهالصورة أطوال، وبعدين راح أقطعها مكعبات مثل ما تشوفون قطعتها، وراح أضيف لها 2 حبة بيض. راح أخلطها زين، وما تحتاج ملح لان هي الباسترما اصلا مالحة. هنا طلعت العجينة، اخذت وقت تقريبا 1.5 ساعة واختمرت، لان المكان انا خليته بالكاونتر كان دافي، ومثل ما قلت لكم كل شي دافي عندي بالعجينة، يعني من عجنتها. هنا رشيت شوية طحين وفتحتها. انتو شلون تردون تشكلوها ممكن تشكلوها، يعني مو الا نفس طريقتي هاي، يعني لا تتقيدون. هنا انا سويتها على شكل مربعات، وخليت هنا خليط الباسترما والبيض، ودائما من تخلون الخليط حاولوا تشيلون وياه شوية البيض حتى تتماسك هي ايضا وتصير طيبة. وهنا قسم سويتها على شكل دوائر بهالصورة، بس مجرد اضغط عليها من الجوانب بالمحيط مال الدائرة، وانتو حسب رغبتكم ممكن تغلقون العجينة ايضا. وهاي العجينة ممكن تستعملوها بكثير من الوصفات للفطائر او للمعجنات، تحشون بها لحم او جبن، كلش طيبة وسهلة ولينة. هنا دهنت بصفار البيض وخليته بالفرن على درجة حرارة 250، اخذ وقت حسب فرنكم، ممكن ياخذ 7 دقائق الى 10 دقائق، انتبهوا له. وطلعته وقدمته ويا صلصة الطرطر، واذا تحبون هاي الصلصة اقدم لكم اياها كتبوا لي حتى انزل لكم الفيديو. وهذا شكلها النهائي، جربوها ان شاء الله تعجبكم، والف عافية.